الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب فمن شر النفاثات في العقد فمن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, aşkınla gönlümüzü bikarar eden Yüce Mevlamız, inayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, bizleri katından boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sana varan yolda daim eyle. İlahi lütfuna nail eyle. Bile bile hata yapmaktan, günaha dalmaktan, şeytana eş ve arkadaş olmaktan sen mahfuz ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin rızanı kazanmak için şuraya toplandık. Yine senin rızanı kazanmak için Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptık. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dergah izzetinde ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat, hülasa-i kainat, ekmel-ü tahiyyat olan, ismi milyarlarca Müslüman tarafından zikredilen, şu anda Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhere'de yatmakta bulunan, Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu tayyibelerine, bütün peygamberan-ı izam, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe'ü tabi'in, eyme-i müştehinin de ruhu tayyibelerine ayrı ayrı hediyelik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasaten genç yaşta fani alemden baki aleme tevdi eylediğimiz, şu anda kabrine defnettiğimiz kardeşimizin ruhuna hediye olsun vasıl eyle ya Rabbi. Kandı kabrini pür nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Onu şehitlerle beraber rahmetini alarak cennetiyle cemaliyle müşerref eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cenaze merasimimize uzaktan ve yakından gelerek, teşrif ederek, bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, şu amin diyen kardeşlerimizin de
dünyadan ahirete irtihal eden anne, baba, hısım ve akrabayı talukatların da ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Lütfen vasıl eyle ya Rabbi. Şu mezarlıkta bulunan, yatmakta bulunan bütün mümin, bütün müminat, Müslümanın da ruhlarına ayrı ayrı hediye edip sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, günahlarımızı affı muafiyet eyle, kusurlarımızı bağışla. Bizi yaptıklarımızdan dolayı pişman eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşimizin annesine, babasına, kardeşlerine sabr-ı cemilleri ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler de bu hal ile hallendiğimiz zaman buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşimizin ruhu için bilhassa Allah rızası için El Fatiha.